دي هي امي دوبك الشمعة وانا ضويت هادي هي امي تعبت سهرات باش نرتاح سبب فرحي سبب النجاح سعدي وفرحي بيك ويا امي هادي هي امي برنامجكم الاجتماعي الحبيبة أمي. يا ما صادفنا حالات مؤلمة كي تخلوا فيها بعض الأولاد الله يهديهم على والديهم. اليوم غنتقسموا جميع حالة إيجابية سيدة محنات باش تربي أولادها وتقريهم والحمد لله خرجوا مرضيين وناجحين في أعمالهم. هي اللي وقفت معي من بعد الموت عمي، هي اللي لقيتها في جلبي ما لقيت حتى شي واحد معايا. عمي كان تيقنع فيه حيت عارف داك السيد مزيان ما عرفوش خايب. دينا ولكن المعنوي والعمر ديالها والشباب ديالها ما نقدروش نردوا لها. حنا تنقولوا لها سمحي لينا بها باش ما تتفاهمش مع خوتها، فهمتي؟ ما عندهاش داك النفاق وداك فهمتي اللي فيه شي حاجه تتقولها ليه في وجهه. السعدية البطاش كتنتمي لعائلة رياضية، عائلة اللاعب المغربي البطاش من مدينة الدار البيضاء ومن قلب الحي الجميل العريق الحبوس. نسمعوا كنا لأمي السعدية الحبيبة أمي وهي كتحكي لنا قصتها ومسارها في تربية ولادها. عائلته هو ما عرفوش، هو جا وقالوا لي هزيه من السبيطار غادي يحسبوا على بنتي وماشي شغلكم، قلت لهم الدار اللي عندي غادي نبيعها وغادي نخسرها عليه. شهادة تقريرية اسم شباب جمعية مبادرة الخير ليك لالا، شكرا لانك كتستحق اكثر من شي حاجه سميتها ثقافه الاحترام. هو كان خدام هنا في واحد المكتبه وكان هو اللي تيجي عند عمي الله يرحمه وتيدير شي طريق، ولكن انا ما الحق لله زعما عمرني ما بغيته ولا عرفته ولا بعدا ما عنديش علاش نخاف منه. هذا الا خرجت نتسخر تيتبعني من اللور، نقولي بعد مني غادي تشوفوني خوتي حيت الا حصلتي مع شي واحد مشيتي. لا لا يبقى هكاك. بقى مع عمي الله يرحمه هنا كان سيكليس هو اللي بقى تيدخل ليه مع با. ما با قال لي انا ما تنجوش بناتي في هذا التاريخ. السي عبد الغفار راجل معروف اخلاقه الحميده وطيبوبته، حب السعديه والحب شعور نبيل من اللي كيكون صادق. السعدية كانت فتاة جميلة وطبيعي تحب، لكن من اللي تقدم يخطبها من عند باها ترفض. سميتي عبد الغفار، تنشتغل كتبي غير هنا حداكم. مرحبا مرحبا، اش حاب الخاطر؟ وبحقها سمعت عليكم شي هضرة وجيت عندكم. سمعتي هضرة؟ شو قالوا؟ لا لا لا، قالوا غير الخير. قالوا عائلة البطاش عائلة محترمة ورياضية ومقاومة.
الحمد لله. الحمد لله. حس الناس هاد الناس هاد الوقت غير ديرها زوينة توصل توصل. على أي حال أش هاد الخاطر؟ وهاد الشيء علاش أنا بغيت نزعم وبغيت نتناسب مع عائلة البطاش. بغيت نخطب بنتك للا سعدية اللي قبلتي عليها. عمي كان تقنع فيه حيت عارف داك السيد مزيان ما عارفوش خيب. قالوا دي راه غادي زعما تفلتوا لهذا راه. قال لي لا انا عندي بناتي باقيين صغار ما نجيبوهمش كان ديما احنا صغار. بنتي السعديه فين كتعرفها؟ لا ما تنعرفهاش غير سولت عليكم وسولت عليها. اه اسمع سي نقول لك واش مكتوب عليا انا في جبهتي بغيت نجوج بناتي؟ انا سيدي راه ما عندي بنات الجواج وزايدون بناتي باقيين صغار. والله يكبرهم في طاعتك وطاعة الله ورسوله. اللهم امين. اسمع السي عبد الغفار نعم السي. اسمع السي عبد الجبار. عبد الغفار نعم السي. اسمع السي عبد الغفار انا بنتي السعديه راه باقا صغيره واخا كتبان لك فاخره هو. ما في الحقيقه انا ما مستعدش نجوج بناتي. وهاد السن هذا راه ما يمكنش وزايدون الامور راه واضحه ولا نزيد نوضح لك؟ لا لا واضحه اسي واضحه واضحه. شرب شي كاس اتاي؟ مرة أخرى إن شاء الله. مرة أخرى إن شاء الله. خليت لك الراحة بس. الله يتعلم. خليت لك الراحة. الله يعاون. الله يصوب. كنا باقيين صغار أنا ما نكذبوش على الله. مني بقى هو لاصق في عمي، عمي بقى تيطيب في بواته هو وعلاش وكيفاش. بواته هو ميطار لي قال لي دبروا روسكم. بسم الله سيدي مرحبا. بسم الله. مرحبا. شكرا شكرا. كل ويزات كل. شكرا شكرا. أش غنقول لك؟ سمع سي عبد الغفار. راني دويت مع عمها وقبلت نجلس معك ونسمعك. اش بغيت تسمع عمي؟ انا مازال ما وليت عمك، هضر لي على راسك شويه بعدا. واش غنقول لك السي بشعيب؟ انا راه بغيتك ديرني بحال واحد من ولادك وتعول عليا في كلشي. والسعديه؟ السعديه غنديرها في عيني وفي قلبي واللي خسر لها خاطرها ما كاينش. واش غادي نقول لك؟ انا قبلت نتزوجك بنتي ولكن بشرط. شنو هو عمي؟ تسكنوا معايا في الدار وحتى خير ما يخصكم. واش نقول لك عمي؟ اللي درتيها هي اللي كاينه من يدك لهذه ليدك الاخرى. وعلي وهي نقراو الفاتحه عمي. ماك زربانه والحليوه. ونقراو الفاتحه عمي الله. الله يهديك ما تزربش. هو راك عارف شحال وانا تنتسنى في هذه اللحظه. غير الله يرضي عليك اولدي انا ما بغيتش نتفاجئ فيك. شوف عمي انا ما تشوف من عندي غير اللي يفرحك. ايوا على هاد الابتسامة عمي نقراو لها الفاتحة. لا لا الله عليك. يلا. سبعني من الوقت اللي بعد مني خوتي تابعي كي غادي يشوفوك. قال لي لا راني خطبتك هربت. حيت إلا شافوني خوتي صافي زعما أنا تنحترمهم. ولكن ما نكذبش عليك عمرنا ما درنا شي غلطة ما وربي شاهد. بوها كان مزيرها بزاف بحال البوات اللي كيخافوا على بناتهم. السعدية وهي صغيرة كانت كلها حيوية ونشاط بحال بنات جيلها باغية تفرض وجودها. لكن سي بوشعيب البطاش خاف عليها وما مخليش ليها فين تحرك بالأخبار. هذه هي اللحظة الكبيرة اللي كنت نتسنى فيها. عدبشيني بزاف يعني. ولكن دابا ما نتزوجش بك وعاد غادي يرجع لي عقلي ورجع لخدمتي ونعرف اش غندير. أنا بغيتك تكون في حالك في حال با في رجولته وشهامته. لا لا يا أمري. من بعد عينات كبير الحب انتصر والسعدية تزوجات بسي عبد الغفار حيت باها سي بوشعيب عزيزة عليه وما كيبغيهاش تقلق أو يخسر لها خاطرها. وهو ما خدق راح تسول وبحث وما خلى فين مشى وخطب المرة الأولى والمرة الثانية وبقى ديما تنعطيش الفاسيين. بقى حط على عمي الله يرحمه تيطلب فيه. وعمي تيطلب بو. واحد النهار أنا خارجة نتقدى تابعني من اللور تيجري. قلت لي بعد مني بعد مني خوتي تيشوفوني قال لي ها ديال الطلاق عندي. سي عبد الغفار جيتي؟ شكون اللي حاس بيا؟ مالك؟ فين كنتي؟ كنت عند أمي الفوق تنشوفها. كل نهار عند أمي. ما كثرتيش ما طلع كل نهار والناس عادوا تيهضروا السعدية. هادو راه ماشي الناس هادي راه امك اللي كل نهار كتوزوز لك في ودنيك.
انا راه ماشي باقي دري صغير يوزوزوا ليا ويحرشوا فيا، راني راجل. عبد الغفار، شتي انا ملي كنكون معاك كنكون كلي ديالك، فاش كنكون مع الدراري كنكون كلي ديالهم، فاش كنكون مع والديا كنكون ديالهم. وبغيتك تعرف واحد الحاجه، شتي الا كانوا غير والديا راهم القلب والروح. قلت لي شوف انا دارنا وامي وهاديك ما كاينش اللي منعني عنها، بحيث تحولنا من هنا ما عرفت فين سكننا زوج سكنات. قلت له شوف كيف تمشيو يصبح الصباح نفطروا نتغداو ندي الدراري للمدرسه نشد الطاكسي نجي لدارنا. نبغي هذاك تعلمت الطوموبيل، بديت الدار المدرسه دارنا دار. قلت له شوف خطير وتنزل وما عرفت فين يكون، امي هي امي نمشي عندها نجلس معاها واخا ما عرفتش يكون. إوا لله فين يكونوا والديك هما القلب والروح، وانا شنو؟ وصافي. إوا قولي. انت سيدي هو عمارة الدار، انت الروح وانت العمر وصافي. ايوا لاله فين قلتي هاد الكلمات الزوينين طلعي عندهم وقت ما بغيتي. لا اللي خطاك عليا قولي لي. طيب عندنا شي حاجه اليوم؟ طيب لك داك الشيء هو اللي كتحمق عليها تاكل صبيعاتك وراها في الموت تاع الجوع. دابا غنحط لك. يلا. لا انا واخا قاصحه ما تنظلمش، ولا كان واحد ضعيف انا يعز عليا وما نبغيش الظلم. شي ظلمني ما سمح لي ما نبغيهاش. لا لا هذه وزعما طبعا ماشي انايا زعما تعمدت ولا انا من صغري وانا هكا. نعم عمي بغيتيني على شي حاجه؟ ياه سي الغفار كما كيقول المثل احسن الناس عند الناس، وسيدي الناس كيجبروك الا بالخير. الحمد لله. رجل مثقف خلوق معاملة أطيب خلق الله، ما كاينش اللي كيجبدها فيك خايبة، الله يعمرها دار. الحمد لله. فلهذا قررت باش نخدموا جميع في المكتبة. واش نقول لك عمي؟ أنا في حق قراديرك الوليد ماشي نسيبي، ونهار الأول جيت قلت لك. مكتبة دبة. وكراها من عنده أو خداها من عنده ما بقيتش عقلت. هو اللي كان مسيرها ما كانش با معاه. إيوا بقات العلاقة هي هذي. أنا ديرني بحال واحد من ولادك. ما تقولش بحال ولدي، أنت راك ولدي كون تيقن، راك سخنتي ليا كتافي. الحمد لله. ما شفت منك إلا الخير، فلهذا إن شاء الله يد في يد وإن شاء الله يكون غير الخير. وأنا راه ما حاسش براسي براني، راه حاس براسي بحال واحد من ولادك. ما لا شك فيه، الله يجبنا في الصواب. اللهم آمين، بارك الله فيك، الله يجبنا في الصواب. انا الجامع والجامع تنقرا في ابن اللوحه بكل شيء، وكنت باغا نقرا دخلت نقرا بزمني ماشي بزمني انا باغا نقرا. السعوديه شنو ديري؟ انا قربت نحفظها. راني نشوف هاك شد نعرض عليك. بلاتش بالعربيه ولا بالفرنسي؟ لا غير بالعربيه. انا مانيفياش اشعليه مني نقلق من رزقي لاش والخالق يا ربي ديما كنسى هادي الخالق يرزقني انتي ديما ناسي انتي ديما ناسي. لو انا تفكرت ايوا انا غنجربك دابا اليوم. قول لي التاريخ ديال اليوم. اليوم وبحق ما تقول والو بلاتي اليوم لو 14 ديس. لو 14 ديس ما فكرتك زعما في والو. ما هو لا عيد ميلادي ولا عيد ميلادك ولا عيد زواجنا. إيه عندك تقول لي عيد ميلاد امك؟ تش قربك لامها الجبده ولا شي لابسه الحمر كاع زعما راه تذكرتي. وانا غير لابسه وصافي. ما عقلتي على رسائل؟ ما عقلتي على الورده اللي لقيتها وسط الكتاب كارمه؟ وراه باقا كارمه. ايوا خليها كارمه تما. والله العظيم الا خطب في الاول عند عمي وخطب المره الثانيه وتيجي تيزاوق وبا تيقول له هذاك تيقول له انا بنتي ما نجوجهاش كنت ديك الساعه باقا تنقرا. وهذا النهار اللي مجيت نخطب فيه وبا قال لي انا بناتي باقين صغار ما لايقينش للزواج. ايوا مالك راه كان خايف عليا. انت خايف عليك وانا ما خايفش على صباطي، بقيت ندار عمره غبره قلب من هنا سول من هنا. وفي الاخر خدتك صافي. الحمد لله. ايوا لاله راه دزت اليوم عند ابراهيم صاحبي اللي في قيصريه عرفتي؟ وتفكرتك وجبت لك هذه الهديه.
شنو زعما شي حاجه ديال الذهب؟ ايوا انت غتشوفي قلبي وقلبي وازر بينا. ومالك معذب راسك؟ كون هي جبتي شي وريضه ثاني نكرموها. عافي كرمنا شحال هادي شوفي دابا. وبلاتي نشوف ونرد عليك الخبر. ما يكرمش عبد الغفار؟ لا 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 هذا واعر بصح النيس ديال الكبرانيه. الله الله والله الا ديال الكبرانيه. ايوا لهلي خطك عليا. ايوا لا لا بصحتك. الله يعطيك الصحه. وتستاهلي. لا غزال 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 غزال. شو يجي معايا زوين؟ اليوم بغيت نشوفه عليك. ان شاء الله. لهلي خطك عليا لهلي خطك عليا. يا حمد الله يكبر فيك والله الا غزال. اكثر ونسيتي ما درتي عليا. وصافي دابا. ان في اللحظات اللي الانسان كيضعف فيهم وكيكون صافي تيقول نتا تيتفكر الام ديالو ولا كتفكر شنو درتي معاك كتقوى. بالام كنكونوا اقوياء. ما تكونش الام ما كاين والو. شي الاب كيمشي وكتقدر تكمل ولكن الام كتمشي ما تقدرش تكمل. كتبقى انك شي حاجه تكسرات فيك ما غاديش ما تقدرش. علاقة مزيانة ما كانتش خايبة ولكن كانت علاقة الوالدين اللي مع خوته ومع داكشي كانت صعيبة. خديتي عربية خديتي بيضاوية خديتي حيت هو كان فاسي فهمتي كانت صعيبة العلاقة مع هذا. كانوا زعما يحسبهم أنا بحيث بيضاوية عربية مني شافوا الماكلة وشافوا السكنة وشافوا كيفاش تندير تبهدوا ولكن بحالة تصدموا. سعدية خالتي خالتي جابك الله لقيتيني ماجي عندك. شوفي بغيت نوريك. شوفي كي جاوك غزلان ياك؟ شويه جابني بحال ما عارف زين شي شويه في الارض شي شويه. ويلي غير حقيقي راهم ديال الذهب. واخا ديال الذهب ولكن راه ما جاوش لك مع الفورمه ديال العنق ديالك. هادشي راه ديال الكبار السعديه ماشي بحال الستيل ديالنا حنا كيخصنا غير واحد سنيسله رقيقه بحال هكذا تكون ناجيه هكذا. انا بعدا عجبوني عرفتي علاش؟ حيت هذا الذوق ديال سيدي عبد الغفار. شفيني في الذوق ما عرفتش شنو وقع لولدي عبد الغفار مشالو الذوق. ايوا قول لي في اش من المناسبه جابو لك الصبوحي؟ ويلي يا خالتي شمن صبوحي؟ هادو راه غير اليوم غير دابا عاد داكشي اش كنوريهم لك؟ لا لا انا غير دابا كان شفتي اشنو جالي انا في الصبوحي. ويلي 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 والعائله ديال الباباد تاع الغفار اشنو نحكي لك؟ عرفتي شي دوك الخيوط ديال الجوهر منبتين بالالماس عرفتي دوك البليطات بحال هكذا بالالماس والجوهر وشريت من هنا لهنا حبايبو خوتو ديال البابا ديال عبد الغفار الذهوبات عرفتي وش الحوالق مع عاد كان عندي واحد العنيق هكذا رقبه رقي وقعتي بحال حبه خزران كيفاش جاني داكشي بقى تيعمر من هنا حتى لهنا. والله العظيم الا ماما وزناتني انا وداك الذهوبات وداك لي بيجو اللي جاو عرفتي شي هما تقل مني انا. ايوا بصحتك اخالتي بصحتك تستاهلي. الله يعطيك الصحه. عاود لي نسيت ما سولتك شي السعديه انت يا ماما كشنو كان جاب لك في الصبوحي تحيلي غير شي خويت مض النقره اولا. خالتي شي انا ما كيهموني لا بليلطات ولا جواهرات ولا الذهب ولا الياقوت. نسمه السعاده اللي كانت عايشه فيها امي السعديه الحبيبه امي بدات كتلاشى من بعد سوء تفاهم مع حمتها والتحقار على الصغيره والكبيره وتدخلها في حياتها وعلاقتها الزوجية. هاد الشيء رفضات أمي السعدية الحبيبة أمي. قلت لي أنا لا غادي يبقاو يجيو عندي هنايا أنا صافي من ما نقبلهمش. واش أنا فين ما يجي الواحد ضيف عندك ما تخلي الفطور والفطير ومن بعد الفطور وقبل الفطور وليت خدامة عار مع الطياب وداك الشيء والخير ما كاينش. على أنا منين جبتوني؟ الواحد خص يكون عنده ضمير وتكون عنده نفس واخا يكون الراجل كيف ما بغى يكون. إذا ما كانش حقاني الله يعاونه ويعاون. أمي ياك لاباس؟ مالك عاوتاني؟ ما لاباس يا سيدي. شنو دوك الذهوبات اللي سالي لمراتك؟ شحال من غرام ديك الشيء؟ شحال؟ شحال ودنين؟ شحال عانقة؟ ديك الشيء شنو؟ واحد المناسبة صغيرة تفكرنا وجبنا داك الشيء من عند إبراهيم صاحبي. المناسبة بانت لك هي لا لك، ما بانت لك شيء على لانيفيرسير ديال ماماك. نحدز لانيفيرسير ديالي، أشنو جبتي لي؟ طويرتا. قلت لي بغيتي الفريز. قلبت لي باتيسخي كاملين حتى لقيتها وجبتها لك تورته مدورة.
الكره ديال الفريز. هذاك الشيء اللي كتستاهل لالا كنزه بنت القاع والباع. هذا الشيء اللي كنستاهل وخليتي مراتك ضحكه وصلت لها حتى لدرس العقل. سمتي فيه العديان، عقلتي شنو كان كيجيب لي باباك في عيد ميلاد ديالي؟ لا بياس مونطي كلها شوكولا، كلشي خيورات، ودابا زايب لي نتينا طورطه مدوره ديال الفريز. ودابا ما تعصبيش، هانتي سير عند ابراهيم صاحبي اللي في القيصريه، راك تتعرفيه، عزلي اللي بغيتي وانا غنخلصو. لا اسيدي انا ما ماشياش عند سيدك ابراهيم، سيدي ابراهيم مشيتي عندو على قبل لالاك. امي واش شويه تاع الذهب ولا حيوطه ولا فراش ولا شو غادي يخلقوا لنا ساعه تاع السعاده؟ السعاده السعاده بانت لك غير في عقل لالاك، ما بانت لك شي في عيد الميلاد ديال ماماك. لا وانا قلت لك سيري عند ابراهيم صاحبي وخذي اللي بغيتي وانا غنخلص. ما ماشي شي عند سيدك ابراهيم، سيدك ابراهيم زيدو على لالاك. مو ما تتحملش العدوزه، مو تخسر دائما دير الطريق باش تخسر لها الوقت، بحيث انايا انا سكنت معاهم. قال لي با ما عندك فين تمشي، ما كايناش السكنه ما تنعطيش بناتي التمرمدو، ها دار خاويه سكنت هنا وبا ومي وداك الشيء هنايا. انا ملي تنعشيهم ونسالي وهذاك تنعد في ديك الساعه نمشي نجلس مع امي شويه، تتنوض العدوزه من الارض تسد عليا الباب. شكون اللي سد الباب؟ عبد الغفار؟ عبد الغفار شكون اللي سد الباب؟ خالتي واش انتي اللي سديتي الباب؟ اسمع بنتي حنا 8 الليل كيخصنا نعسو، كنبغيو نعسو مع 8 الليل، ما عندناش البنات اللي كتخرج وتدخل وتعطل. ويلي يا خالتي انا علاش الشيطان؟ يعني انا فين دخلت ولا خرجت؟ كيف كتسمع؟ ولا ما قدرش ولدي عبد الغفار يقول لك الكلام، راه انا اللي خصني نقول لك ليما. خالتي انا راه ما خرجت ما دخلت، انا راني في دار با، خرجت غير من بيتي ومشيت للبيوت الاخرين، مشيت عند امي وبا وخوتي نشوفهم. واش حتى هادشي غتسميوه خروج؟ ايوا يا لالا تينا دابا راكي مزوجه، راكي مرت الراجل، ما بقيتش حره ديال راسك، سمعتيني؟ ولا والديك ما قدروش يربيوك او ما علموكش كيفاش خصك تعيش وسط العائله. خالتي شتي دابا هاد الكلام راكي كتجرحيني به، وانا لحد الساعه ما بغيتش نقول لك شي كلمه نقلقك بها. لا غير كانوا تيجيو ضايفين، ولكن لهلا يعطيهم شي مسلم. تتسد الباب ملي تنجي نحل باش ندخل، باش انا ندق وينوض هو يحل وينوض الصداع. يقولك علاش مشيتي زعما عند امك؟ لا 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 هادشي كله ما قلتيليش شنو خصو يقلقني، غير دوك طرطقت العينين وهاد الكلام كامل ومازال ما قلقتينيش. الله 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 يا ولدي يا عبد الغفار، الله يا ولدي جي طل 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 شوف يماك كيفاش ولات كتبهدل وتعاير وتهان في قلب دارك. خالتي هادي راه دار با، واللي ما عجبوش الحال يقدر يخويها. خيار ما قلتي هيب سمعتها؟ كان مزيان ولكن ماشي كان بحال ما عندوش عقل تيسمع للناس. لا جا دابا وقال له مرتك خايبه ولا مرتك ما مزياناش تيتيق. مالك امي؟ شكون مريحه بوحدك هنا وموجدين لك الغدا من الصباح هي طيب لك انت مالك؟ سيدي عشنا وشفنا ولات الناس الديور الكبار كيتعايروا ويتهانوا. انت شكون اللي عايرك؟ وما كاينش اللي غيهينك ولا عايرك وانا حي. مراتك سيدي مراتك. مراتي؟ لالا السعدية. ويلي 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 لالا السعدية. وين مراتك سيدي؟ لالاك السعدية لالاك اللي خلات لي الحرقة لا غطرطق لي القلب وغتفركع لي المصارن. لالاك السعدية عيرتني وهنتني. اش قالت لك؟ شنو قالت لي؟ ونزيدك اخور خاطرك الدار ماشي ديالك ديال باها. والله يهديك امي، والله يهديك، قلتها لك 70000 مرة وتعرفني ساكن معاهم والدار دارها ماشي داري. ياك قليل النفس ياك الدار ديالهم، وانت غير قول لي اشنو ناقصك باش ما ديرش دارك؟ ها عاجبك هاد الحاله؟ عاجبك هاد القهره؟ شوف الغبابر، شوف 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 الفرش كي داير. عاجبك هادشي وكتقول لي ماما ساكنين عندها؟ لان احنا بالنسبه لينا العائله ديال ماما ماشي عائله، اكثر من عائله، حيت حنا تولدنا هنا وتربينا هنا، خالاتنا ولاد خالتنا وحبايبنا كلنا بهكذا مجموعين، ما عمرنا ما تفرقنا. هما الولاد خالاتنا كانوا هما صحابنا،
أننا الطفولة ديالنا أحسن طفولة إحنا كانت عندنا هي الطفولة اللي درنا في حبوس. علاش ما ديرش بحال سيدي محمد ولد خالتك مرتاحة ولا سيدي عبد المجيد؟ علاش ياك تزوجوا كلهم موراك داروا ديورهم مسمقين متولين؟ أمي هاد الهضرة تتقولي على دارك وجيتي تهنا تقولها واش بطنا ودي ليا الصداع؟ ماشي تلقى وأنا غادي نزوجك بحسن منها لله وبنت سيدها بنت عائلة بنت عائلة كبيرة. على لا ما غناخذ حتى شي وحده انا وقت السعديه ولد مع ولادي وهي اللي غنبقى واخد. يا كتقولها لي فوجي اخا سيدي وليتي عبيد ديالهم خديدين ديالهم ما بقات عندك نفس فين مشات التربيه ديالي مشى كل شيء لاخلق على جربيتك ياك تتقولها لي هكذا طقطق علي في وجهي. واشوف سيدي انا غادي نمشي في حالي والله يديك وانت دغيا تتعصبي ودغيا تتنوضي مشكل انت خليها حتى الغدا باتي عندنا اليوم وغدا وداك الغدا بعدا نتغداو. قول لي شنو بغيتيني نتغدى؟ قالت لك باش تعمل لي البقوله هذيك بقوله هذيك ها قطة لي ربع حمراء في الكوكوط شد عليه وقالت لك بلا تساويل بلا شنو الكباب عملي لي الكباب دوك القطع قطع هكذا انا فما قداهاش. والله يديك الله يديك لما نوضي تغدى وخلينا خلينا ترونكينا الوالد الله يرحم الوالد. والله يرضالك وصافي صافي تتعصبي على والو صافي ماشي طلقها. لا لا انا امي راه ما غنطلق السعديه السعديه هي اللي ما غنطلقش. باغي الراجل كان جالس مع جمعيه دايرين جمعيه ديال الكتبيين انا ما عرفت شنو وقع ليه حتى الراجل تهزني هنا للكلينيك شكاين وقع له موراجي لداخل انت اللي غادي يقول لي علاش شي تيقول لي راه تخاصم مع فلان وشي تيقول لي راه فلان طيح منه حيت هو كان هو الباب هنايا ما كاينش سي فلان سي فلان. خلاوني غارقه في السبيطار ملي مشيت للسبيطار ديتو للكلينيك قالوا لي جات بنت خالته اللي بنت خالته لاباس عليها قالت لي خصك تخرجي من الكلينيك راه غادي يحسبوا عليك بزاف. قلت لها شتي الفيلا اللي عندي غادي نبيعها وغادي نخلي الراجل غنداويه وما غنخرجوش من هنا حتى شي واحد ما طلبته يعطيني حتى شي واحد ما مديت ليه هديه انا تنطلب منكم بعدو مني صافي. بسم الله بسم الله بارك علي بارك علي سادي ارتاح ارتاح وما تدويش خليك راك عيان سادية الله في الوليدات ما تقولش هاد الهضرة واش انت كتوصيني على ولادي هادوك راه نور عيني. تمحنتي معايا سادية تمحنتي معايا وعذبتك معايا دابا علاش هاد الهضرة دابا ان شاء الله هادشي كله يبقى غير معاودة وتمشي ان شاء الله بخير وتجي على خير. الوليدية ديك العملية شحال طلبوا فيها؟ دابا علاش كتسول انت في هاد الشيء؟ انا راني نبيع الفيلا ونبيع الذهب ونبيع اللي قدامي واللي موراي ترجع لي بخير على خير وترجع لوليداتك. شهر هو في الكلينيك ومشيت ليه جاو خوتو من برا وجاو قالك يشوفوا خوهم دخلوا شافوا خوهم جات شي وحده ما عرفت شكون هي حتى هي قالت لها قولوا لفلانه تخرج فلان من السبيطار راه غادي يجيها غالي. قلت لهم شوفوا عندي دار وحده غادي نبيعها ونخليه فيها باقي الان تيجبدوني بها. قال لي ها هذيك المراه عمرنا ما نساوها. هو في الحقيقه حنا في الوفاه ديال الوالد ديالنا كانت كصدمه. حنا كنا عايشين في واحد المستوى معين كان كلشي كيقرا. الاخت الصغيره ديالي لبنى كانت عندها 10 سنين هي اصغر وحده والكبيره فينا عندها 20 سنه. حنا اربعه جوج ثلاثه البنات وولد بحال كان الواقعه وقعت له النهار 2 29 ابريل 1992 فاق في الصباح غادي يجي الخدمه ديالو حتى انا شفتو انا لا سين عشتها جاتو ايموراجي سيريبرال. اصيله السادي اصيله لا اللي درنا فيك لا اللي درنا فيك الله يخليك لينا دخلت كراها بالدنيا وما فيها سادية
انا راضي عليك دنيا واخر. الله يخليك لينا، الله يخليك لينا. تمشي سالم ان شاء الله، ما تدير في بالك والو. تزيد تشرب شويه. لا بارك عليك. قد لك راسك نخني. حيت مني ما تراجلي با تيدور وتيقول لك تقطعوا لي يديا من هنا بالحب اللي كان بيناتهم والاداب كان زعما الروح ديالو تيدور وتبكى راجل تيبكي وتيقول لك يدي تقطعوا مني مات هو اللي كان عنده ما بقاش ولادو ما دايرينش ليه هكاك با با انا مزوقه فيك با شوف فيا با بعين الرحمه راك تقطع لي قلبي هكا با خليني نبكي ولدي عبد الغفور كتر من ولدي شنو يتقطعوا لي يا بنتي يتقطعوا أبا دابا واش نتا تصبرني أبا وتواسيني ولا تزيد على ما بيا أبا شوف من حالي شوف من حالي أبا أبا زعما أنت مؤمن وكتعرف بينك وبين الله نطلبوا له الرحمة نقولوا يا ربي ترحمه يا ربي ترحمه الله يوالي برحمتنا ويجعل من المتوان جنيات القلب يحزن والعين تدمع واللسان لا ينطق الا بما يرضي الله وانا لك ولدي انا لك ولدي عبد الغفور لا محزون امي السعديه الحبيبه امي تألمات وحزنات على موت سي عبد الغفار على زمانها وبات ولادها العائله كلها ما صبراتش على فراق سي عبد الغفار وسي بوشعيب باها تألم حيت سي عبد الغفار كان عنده عزيز وكان كيعتبره بحال ولده وكيقول باللي هو ضاع في الدولي حيت مني مات راجلي الله يرحمه ماشي بزاف خارج باب من البيت تيبكي وتيقول امي الله يرحمها انا تقطعوا لي اليدين من هنا حيت كانوا هو وياه بحال اش خصك اش ندير لك اش نجيب لك اش نفعل لك ايوا ما دوزنا هذيك الكنازه دوزنا هذا تصور بحيث تمشي كنت ديما البيض اللي شافني تيقول لي واش باقا ما حيدتيش نقول لهم راه درت جديد ماتوا متابعين اسم ولد واسم بنت اختي تتقول لك انا تصور با مريض وانا تندير للطبيب وخويا تيجي من القهوه تيقول لي قال لك الطبيب من موريتانيا والو هادشي ما غير علاش كتقلبي يا اختي اشنو اللي مشى عليك يا اختي با كيسالي له الدواء ما كيقولهاش شنو زعما الفارماسيان يكون اليوم حل واخا السبت محال اختي يكون حل اليوم هاد الدواء هذا ما عرفوش يصلح له ولا لا بختي كاع ما صبر على موت راجل سي عبد الغفار الله يرحمه امال الله يرضي عليك اختي كاين عيان نقول لك هاد الهضره ما خصناش نقولوها حدا با راه كيسمع ما كيتاثر انا عارفه سي عبد الغفار كان عنده اكثر من ولده كان دايرو يدو ليمنه ومعول عليه في كل شيء ولكن الله غالب الله يرحمه حيت الوقت اللي انا كنت معاهم مشيت لداري في الليل ودعتهم ومشيت انا وصلت للدار وما عيطوا لي قال لي اجي باك تيموت ديك اللي غنجي وما كايناش حتى الطاكسي في الليل جايه تنجري وتنشوف الطاكسيات على الله اللي غادي يهزني يجيبني للدار انا خايفه اختي على با صحته اختي غاديه وكترجع للور انا راه ماشي غير خايفه انا راه غنموت من الخوف راه عرفتي انا مشات اختانا غنتلفو كاملين هانتي دابا شوفي هو دابا غير مرض تلفنا ما عرفنا ما نقدموا ولا نوخر عارف اختي اللي كاين وفي عمرنا هزينا شي مسؤوليه الله يشوف من حالنا وخلاص الله يقعد وسادو راه بلا بيه ها الله غالب وخلاص الله يدير سوي الخير امين اختي الله يجعل ربي يشافيه وخلاص امين الله يخليه لينا امين امين انا نشوف هاد الدواء هيقدر يصلح ليه يا ربي
شوفي عرفتش اختي، ما عرفاش انت هي اللي متبع ليه الدواء، انا ما عندي ما نعرف. امي سعديه الحبيبه امي مازال ما كمدات حرقه فراق راجلها السي عبد الغفور حتى تيتمات فيها. مني ماتوا والديا صافي ساليت، ومني ماتوا الوالدين ولا الورد، ومني ولا الورد خصك نضاربها. انا واختي مشينا للمحكمه وتصور وجالسين بالطاش بالطاش بالطاش. كيف تصور؟ عمرنا ما وصلنا للمحكمه. اختي راه ملي ماتوا والدينا حنا راه باغيين نبيعو، راهين حشمانين منك. وقول اخويا بعدا غير الله يرحمهم. الله يرحمهم، كله ظروفه. واش انا اخويا مخليه شي واحد فيكم مخصوص من شي حاجه؟ ياك اللي بغى شي حاجه كنعطيها له على قدر جهدي. اختي راه كله المشاكل ديالو، خوتي راه محتاجين الفلوس. واش نقول لك اخويا؟ انا امي وبا كانوا بغاو هاد الدار هادي تبقى محلوله في وجهنا كاملين، بغاوها تبقى فحال الزاويه. دابا الخوت اللي متزوجين عيالاتهم واللي هذاك رجالتهم. كلشي تيقول مسيروا جيبوا تعباكم، وانا ما خديت تعباهم ولا خديت حتى شي حاجه، انا ما يسمحوش ليا الان ما خديتش لقيده. بقيت مكبه وجامعه وقلت لهم شوفوا الجمعه تجيو لهنا تجمعوا، انا حيت كنت ساكنه هنا حنا مجموعين، ولكن هذاك كل واحد مرته اش دارت ليه. باش ما تتفاهمش مع خوتها فهمتي، ما عندهاش داك النفاق وداك فهمتي اللي فيه شي حاجه تتقولها ليه في وجهه فهمتي، وهي اللي معتمدين عليها في كل شيء في العائله. كانت اللي بغى شي حاجه يعيط لها هي. فعلا هي راه بحال الزاويه، غير حنا محتاجين الفلوس وكل شيء محتاج. والله ما عرفتش شغنقول لك، انا بعد هاد الحيوط هادو كنشم فيهم ريحه والديا، والله ما نقدر نبيعهم. ما عرفتش نتوما واش ما كتشموش ولا شنو؟ راه تنشمو اختي، راه كله ظروف، الله يكون في العون. وصافي صافي دابا خليني نفكر ونشوف اش غندير في هاد الحريره هادي. تصور واقفين في المحكمه وخويا تيدعي فين هادي وهادي وهادي وهادي، شنو دارت؟ نقسمك يمينا بالله وهما كاينين وربي شاهد، لمني ماتت امي الله يرحمها هزيت الذهب ديالك امان ذهيبها وجمعته وديته للمحامي قلت له قسمه، المحامي ديالنا قلت له انت خويا قسم هذا شوف واش غادي يجيب. ومني جيت قلت هذه ديالك ديالك، قال لك انا هي خوانه وانا هي الكبيره اللي ديت كل شيء. شوف اختي السعديه، انت هي ماشي غير اختي وصافي، انت هي فيك اختي وفيك امي وفيك با، واللي درتيها انا معاك فيها. أمي السعدية الحبيبة أمي مسؤوليتها كبرات ملي ماتت الميمة، صبحات هي الأم وهي الأب ديال خوتها. الشيطان دخل بين الخوت وخلى الطمع يعمي عينيهم. أمي السعدية الحبيبة أمي قالت الورد حق، ندير جهدي باش نخلي الشم المجموع ونحافظ على اللمة حتى واحد ما يضيع في حقه. طول ما خويا كبير تاع الوالي تاع الولاء خوتك أقبح دم في العالم، ما نكذبش عليك، شتي جارك تخرج فيه، راجلك يمكن هو تعطيه، ولكن خوك ملي توقف يقول لك بالطاش بالطاش بالطاش. دينا ولكن المعنوي والعمر ديالها والشباب ديالها ما نقدروش نردوا لها. حنا تنقولوا لها سمحي لينا. لك شي كثير كثير ضحات ضحات بكل شيء، بصحتها بفلوسها بشبابها بقوتها بكل شيء، ولحد الان لحد الان كتضحي. شوفي اختي سمحي ليهم، واللي فات مات. ايوا الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. امين. الله يتجاوز علينا. حيت واقفين في المحكمه شكون تيقول لك بالطاش 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 سعدية بالطاش فلانة بالطاش، خوت مع بعضياتهم بالطاشين في الدعوة ديال المخزن مع مغدي، وهما مدورين ودايرين رشاوي بعضياتهم، حنا غاديين غير محطمين كما داروا لينا، ما كاين لا حكم لا والو، كذب عليك الكذب. وقفيت مع كل شيء تنطلب الله يسامح. من بعد معاناة جا الفرج وجا معاه التعويض للولاد اللي ربات، الله ما خيبهاش، الولاد نجحوا والحمد لله كلهم خرجوا مربيين مرضيين. دوبكي الشمعة وانا ضويت هادي هي امي، تعبت سهرات باش نرتاح، سبب فرحي سبب النجاح سعدي وفرحي.
تخبي الدمعة وما تقول عييت هادي هي أمي دوبكي الشمعة. أنا سيدي عندي مشاكل بزاف، عندي مشاكل بزاف. الوالد تاعي مات الله يرحمه، عندي أمي في عمرها 104، عندي مرأة تاعتي ماتت خلات لي ثلاثة تاع الوليدات، فهمتيني؟ داكشي علاش اتجهت أنا للتجارة في المخدرات، فهمتي؟ الوقت اللي اتجهت ليه عندي مشكل مع واحد البوليسي، فهمتي؟ كنبيع كنجيب ديك 4000 ريال كنصور في هذيك 100 درهم 150 درهم باش كنقابل المشاكل تاع امي مريضة. لا ما غاديش نرجع لي حرام، واش باقا غادي نرجع لي حرام؟ انا هادي دايره في البال تاعي، غادي نخرج ان شاء الله غادي نمشي للمؤسسه تاع محمد الساليس، تقدر تعاونني وتقدر تقابلني بزاف. انا بعض الساعات اش كنقول مع راسي، انا بعض الساعات كنلقى الراحه تاعتي هنا، نصوبي راسي في الماكله في الخبز في النعاس بزاف تاع الحوايج، ولكن الدماغ تاعي والمورال ديالي مع امي، امي مريضه. ما مريضة بزاف، عندي مشاكل عائلية، الرجاء في الله، الرجاء في الله، ما عندي ما ندير. بطبيعة الحال باغي نكون معاهم ونكون الحنان ديالي معاهم وكذا وداك الشيء، ولكن الرجاء في الله، الضرورة والزمان غلبني. غلبني بزاف، ما حيلتي المصاريف، ما حيلتي المهم مريضة، ما حيلتي بزاف تاع الحوايج. وزيادة على هاد الشيء عندي اختي تاهي مجرة على الراجل، تاهي عندها ثلاثة الوليدات كتعيش معايا، خصني تاهي نقابلها ونقابل وليداتها. شنقول لك راه بزاف. هاكا نقول الناس ما يتبعوش هاد الشيء، وحدة وليداتهم فهمتي، يحضي وليداتهم، لحقاش هادشي اللي مشيت فيه أنايا ما صالحش لتا شي واحد، أنا جربتو وعيت منو وكنطلب الله يعفو عليا ونمشي الطريق بحالي بحال الناس، تانا نكبر راسي. من طبيعة الحال كنطلب من ماشي غير من وليداتي، كنطلب من وليداتي ومن خوتي ومن مي تاهي كنطلب منها المسامحة، لحقاش أنايا ضعت في صحتي وضعت بزاف تاع الحوايج، ماشي هادي أول شدة. المهم سامح ليا، ما لقيتش لك الجيم، وأنا كنتعدم على قبل الصحة تاعك وعلى قبل الدواء ديالك. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا سيدي دائما كنتبعها، وداكشي اللي كنشوف كيبقى فيا الحال، وخديت تجربة من هذاك البرنامج، خديت واحد التجربة كنقول شوف الناس. وأنايا بجهد الله والوالدين، لحقاش أنايا ماشي نسخط الوالدين، أنا مرضي والدي مزيان، كنطلب الناس يكونوا مع والديهم مزيانين، والله يسمح لنا من الوالدين. عند واحد البراش 24 وواحد الشمكار كيجي ورايا كريح كيشم، جريت على المرة الأولى مشى بحالته، والنهار الآخر هو يجي حدايا تاني، ساعة باش جاع وجريت عليه، ثم غادي وتيشم قال لي نهار اللي شدوني جيبهم لي حتى اللي بعتي ليا، ما كملتش 15 يوم هو يجيبهم ليا، جات الصربيط وقفت قلبوا البياس كلشي، بومبات سوارد ما لقاو حتى شي حاجة، لقاو باتشة ديال الشينوا، ديك الباتشة دار بعمر كله كيبيعها، فيها الكولة ديالها ياك، هزوا منها 8 ديال الكولات وداوني للكوميسارية، ساعة باش مشيت للكوميسارية قلت له ودي هذاك راه ما تيشموش هاي. صمتوش ليا، عيطوا على الدري قال لي واش كتشم هاد الشيء؟ قال لي ما تديروش هذا ما تشموش هذا، فهمتي؟ عمري الميل صيفطوني للمحكمة. دزت الخميس قال لي الثلاث يكون خير، جيت لهنا قال لي عندك 5 شهور. عندي 4 ديال الوليدات الدرية كتقرا في الكلية، وحدة كتقرا في الباك، كيعلم بهم إلى الله، كيجي كيسير عليهم. بلا ما نكمل الهضرة، بلا ما نكمل الهضرة، إذا كملتها غنبدا نبكي. لأنه بحق الولاد ماشي بحق شي حاجة أخرى. ما كاينش كيعقل عليهم درية كتقرا في الكلية. دريه كتقرا في الباك والاخرى كتقرا والدري مريح
ما كاينش اللي كيعقل عليهم. وانا شديت 15 في الظلم، عندي 60 عام في عمري، عمري ما شديت في الحبس. الا هاد الشداد يدري يصيدني، عنده 16 عام ولا 17 عام، جا من المحكمه ما تليش عرفتو فين مشى، واش رخاوه ولا شدوه. وانا كندوز زبها هي شهر والصرف، جاو عندي الدار خطره وحده. عيطت على المراه البارح، طلبت واحد خينا ثاني تبع، عيطت عليها قلت لها ودي راه ما عنديش باش نجي عندك، انا مريض كضرني الجعان بيا الله. وانا مشيت دابا في الظلم ما درت حتى شي حاجه. وديك الباطشه كاينه في درب عمر كبيره ديال الشين، وما كاينش يدروا الشمكه، ما تيشموهاش نهائي. وسول الدري قال لي واش هذه كتشم؟ قال له لا. حطوا لي في ميل وصيفطوني بها المحكمه. بعمري تشدي 60 عام بعمري دابا. انا ماشي تيبقى فيا راسي، كيبقاو فيا الوليدات، بقاو الضياع. هي كتقرا في الباك فهمتي، كراسي 10 درهم في النهار، اخرى كتمشي للكليه لطريق جديده كراسي 300 درهم في النهار. كاينش اللي كيعقل عليهم اللي ما عطيتهم انا. لا ما خداماش، ما في الدار ولا الدار ما كتخدمش. الدري تا هو ضرب الباك ريح، ما نجح شيء، راه مريح ما خدام ما والو. وانا اللي كنصرف عليهم، حاس بالظلم وحاس بشي حاجه ما كتصورش على البال. كو غير كنت ديرها ما يبقاش فيا الحال. انا ما تديرش داك الشيء، عمري 60 عام عمري ما تشديت في الحبس. الدري النهار الاول جا ريح وريح كيشم، كتعرف السبت كيكون القرعه عامره. وجريت عليه قلت له ما طريش حدايا وكتشم. قال مشى. النهار الاخر جا ثاني ورايا ريح، وانا نجري عليه. تم غادي تيشم قال لي نهار يشدوني، قلت له خدتهم لعندك. ونتمناو من الله اخويا ان شاء الله نهار نهار عندي عام هنا فيه، ماشي على قبلين على قبل الوليدات اللي كيبقاو الضياع. الدريه تديها تركب فهمتي، ما كاينش اللي غادي يديها. الدريه اخرى كنديها ثاني تركب تمشي للكليه، ما كاينش اللي يدي ولا ما ديتهم انا. وكيعلم الى الله سبحانه لا اله الا. انا دابا ديك الباشه كتباع بضرب عمر، كلشي تيبيعها ماشي ديال الشمكاره، ما تيتشمكروش بها هذيك فهمتي. اللي لقاو عندي ودوها للكوميساريه، ملي قلت لها الضابط هذه راه ما تيتشمكروش بها، ما تسمش ليا. عيطت على الدري قال لي واش هذه كتشموها؟ قال له لا هذيك ما كنشموها شي. حط لي في الميل وصيفط لي بها المحكمه. قال له جو عندي مساكن المحكمه كيبكوا لي با ما عمرك ما عرفتش حاجه وما درت حاجه ومشيت اشتاقل عليا سوى الله. ما كيبقاش فيا راسي انا، كيبقاو فيا الوليدات للضياع. دريه كتقرا في الباك ما كاينش اللي عاقل عليها، كنخلص لها السوايع، اخرى كتقرا في الكليه ما كاينش اللي يعطيها باش غادي تصرف، والمعيشه غاليه وكتعرف ما كاينش خدامه اللي مسي والو. ولكن حقنا خويا عند الله سبحانه لا اله الا هذا ما نقولوا، اللي قسم الله هو هذا. فرحي اسمه بالنجاح سعدي وفرح.